يوم أن كنا رجال كانت الأمة بخير، فما أحوجنا اليوم إلى أن نصنع الرجال، إلى أن نصنع هذا الجيل كي يكون مثل هؤلاء. يا كرام، أمريكا حينما أرادت أن تتضامن مع إسرائيل ماذا صنعت؟ هل خرجت في مسيرات تضامنا مع إسرائيل؟ هل خرجت عند السفارات تضامنا مع إسرائيل؟ هل خرجت أمريكا في مسيرات مليونية تضامنا مع إسرائيل؟ حينما أرادت أن تتضامن أمريكا مع إسرائيل أرسلت إليها الطائرات، وأرسلت إليها أسطول عسكري كامل. ونحن بكل هذه الأمة، بكل مشارقها ومغاربها، وبكل الجيوش التي نملكها، 22 دولة، حينما أردنا أن نتضامن مع فلسطين خرجنا في مسيرة هنا ومسيرة هناك، ونددنا وشجبنا واستنكرنا. أما أمريكا حينما أرادت أن تتضامن مع إسرائيل تضامنت معها بالسلاح وبالعدة وبالعتاد. ما أضعفنا والله، ما أضعفنا وما أجبننا، ونحن كنا العظماء. لقد حرك المعتصم جيش بأكمله لأجل امرأة صرخت ومعتصمة، صرخت ومعتصمة، فما أكملت الكلمة حتى جهز لها جيش بأكمله، وخاض بهذا الجيش إلى ذلك اليهودي الذي أراد أن يقتص من عرض تلك الفتاة. وحينما أراد أن ينتهك عرضها ذلك اليهودي، وحينما صرخت قالت ومعتصمة، قال لها وماذا سيصنع لك المعتصم وهو في آخر البلاد؟ المعتصم أين وأين أنت؟ إن المعتصم في آخر البلاد، كيف يأتيك؟ فوصلت تلك الصرخة إلى المعتصم، فجهز جيش أوله عنده وآخره عند ذلك اليهودي، ثم نهض وخرج وقتل ذلك اليهودي وقال له جاءك المعتصم الذي تساءلت عنه. أين المعتصم؟ أين المعتصم في زماننا وقد اغتصبت النساء في شوارع غزة؟ أين المعتصم في زماننا وقد جردت ملابس أخواتنا في شوارع غزة؟ أحفاد القردة والخنازير والذين هم أوهن من بيت العنكبوت يعيتون في أعراض نسائنا، فأين المعتصم في زماننا؟ أين الرجال في زماننا؟ أين الغيرة في زماننا؟ أين الغيرة؟ لا نطالبكم بدينكم ولا بعقيدتكم، نطالبكم بغيرة الجاهلية، نطالبكم بحمية الجاهلية. فما امتلكتم حمية دينكم ولا حمية الجاهلية، ما امتلكتم الغيرة على أخواتكم. كنا نظن وقد اغتصبت النساء في نهار رمضان أن الجيوش ستحرك، كنا نظن أن تلك الإمرأة التي اغتصبت في شوارع غزة لن تكمل صرختها حتى تحرك الجيوش العربية. فاستيقظنا في صباح ذلك اليوم فما رأينا إلا الشجب والاستنكار. هذا الذي استطعنا عليه يا أمة الإسلام، يا أمة محمد، يا من كنتم تقودون الدنيا، يا من فتحتم البلاد، يا من كنتم قادة الأمم، هذا الذي نستطيع عليه، هذا الذي نقدر عليه. والله الذي لا إله إلا هو، حينما نقف على المنابر ما الذي سنخطبه؟ والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن هذا هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقفنا على هذا المنبر واكتفينا بكلمتين: لا بارك الله فينا، لا بارك الله فينا ولا في الخطب، ونساؤنا في غزة تغتصب، وأقم الصلاة. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنه منبر رسول الله لاكتفينا بهذه الكلمتين. كم نخطب وكم خطبنا منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة؟ إذا أن مشاهد اغتصاب النساء في شوارع غزة لم تحرك ساكن هذه الأمة، هل ستحركها الخطب؟ هل ستحركها أبيات الشعر؟ هل ستحركها الآيات والأحاديث؟ لهذا أيها الكرام سنسأل والله، وهذه الأمة ستسأل والله،
الأطفال قتلوا واغتصبت النساء، هدمت المساجد في نهار رمضان. أين المسلمون؟ أين المسلمون يتباهون بموائد الإفطار على المواقع الاجتماعية؟ المسلمون يتباهون بموائد الإفطار بما لد وطاب على المواقع الاجتماعية، يعيشون حياتهم الطبيعية ولا مانع أن يعيش الناس. ولكن أيها المسلم، أليس المسلم للمسلم كالجسد الواحد؟ ألسنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ أنحفظ آيات الله وأحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا نطبقها في الحياة؟ هل نحن مسلمون؟ هل نحن مسلمون في الهوية؟ هل نحن مسلمون في البطاقات الشخصية؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالشعور، المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، حفظناها ونحن في الابتدائية لكننا لم نطبقها كأمة تعلمت، أمة اقرأ، لم نطبقها. هل ديننا دين سجود وركوع فقط؟ ديننا دين شعور بإخوانك. ماذا كان يصنع المعتصم غير أنه شعر أن المسلم للمسلم كالجسد الواحد فحرك جيشه؟ هكذا كانت قيمة المسلم وقيمة المسلمة في زمان كان فيه الرجال وكان فيه الأبطال. فيا أيها الكرام، يا أيها الأحباب، إن كان هناك من وصية في ختام هذه الخطبة، إن أهل غزة لم يبقى لهم صوت وقد بحت أصواتهم. نصف سنة من الحرب بحت الأصوات، لم يبقى لهم صوت إلا أنتم، كل على استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونقولها على مضض وعلى خجل، كل على قدر ما يستطيع. إن استطعت أن تنشر عن آلامهم انشر، إن استطعت أن تتحدث عن آلامهم تحدث، إن لم تستطع فلا أقل من ألا تشعر غيرك أنك تعيش وأن حياتك طبيعية، بينما لك أخت تغتصب في شوارع غزة، بينما لك أخ صغير أو ابن صغير يموت من الجوع منذ بداية رمضان. 35 طفل ماتوا من الجوع، 1200 شهيد منذ بداية رمضان يقتلون في نهار رمضان وهم صائمون، فلا أقل من أن تشعر بهم. إذا لا تريد أن تتحدث، لا تريد أن تنشر عنهم، فلتصمت، لا تتباهى بأن حياتك طبيعية وتنشر وكأن شيئا لا يحدث في بقعة إسلامية. متى كنا هذا سوري وهذا فلسطيني وهذا عراقي وهذا سعودي؟ متى كنا؟ متى كنا؟ إذا كانت المصيبة تقع في سوريا فأنا ليس لي علاقة، كيف ليس لي علاقة؟ من يجرح في سوريا هو أخي، من يقتل في شوارع إدلب هو ابن أمي، جرحي هو جرحه وألمه هو ألمي، ومن يقتل في شوارع غزة هو أخي وابن أمي، ومن تغتصب في شوارع غزة هي أختي، وإن فرقتنا الحدود هي أختي، وإن مزقتنا السدود هي أختي. ولو كان بوسعي أن أنتفض مجاهدا أفديها بروحي لفديتها بروحي. هذا شعور المسلم للمسلم، ألا يخجله. من نصر مسلما في موطن يحب فيه النصر نصره الله في موطن يحب فيه النصر، ومن خذل مسلما في موطن يحب فيه النصر خذله الله في موطن يحب فيه النصر. ألا نحفظ ذلك من سيرة النبي ومن سنة النبي ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأمة إن نصرت إخوانها سينصرها الله، وإن أرادت غير ذلك سترى ما سترى. قبل عامين أو ثلاثة من الآن جاءت كورونا واختبأنا في بيوتنا، حتى في مساجدنا تفرقت صفوفنا، ما استطعنا أن نصلي بجوار بعضنا البعض، تباعدنا ونحن في بيت الله، لبسنا الكمامات، ما نستطيع أن ننظر في وجوه بعضنا البعض. سنة كاملة انقطعت جامعاتنا ومدارسنا وأعمالنا وحياتنا، ولم نذهب لا إلى وظائفنا ولا إلى جامعاتنا، انقطع
انقطعت كل سبل الحياة، خوفا من ماذا؟ خوفا من فيروس، من كورونا. سنة كاملة بدون عمل، بدون جامعات، بدون مدارس، نخفي وجوه بعضنا عن بعضنا البعض لأجل كورونا. 6 أشهر مل الناس لأجل غزة، لأجل بقعة تقاتل في سبيل الله وليس في سبيل الشيطان، تقاتل لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. 6 أشهر مللنا، 6 أشهر شعرنا بأن الحرب قد طال أمدها وأن الأمر أصبح اعتيادي. فأن ترى أشلاء طفل أمر عادي، وأن ترى وتسمع أن امرأة قد اغتصبت في مستشفى الشفاء وفي غيرها أن هذا أمر عادي. ما نستطيع أن نصبر على أنفسنا، أن نتحمل آلام إخواننا 6 أشهر، أن نتحملهم سنة، أن نتحملهم سنتين، أن نشعر بآلامهم. فالمسلم لا يهدأ حتى يهدأ أخوه، ولا ينام حتى ينام أخوه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. ألا نقرأ نحن ذلك في الصحف؟ ألا نقرأ ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. هذه الأمة كلها تبيت شبعة وجارتها غزة تبيت جائعة. تمر علينا هذه الأيام ذكريات، وما أعظمها من ذكريات. هذه الذكريات تأتي ونحن بحاجة إليها، تأتي هذه الذكرى وهذه الأمة مثخنة بالجراح ومثخنة بالآلام، تأتي هذه الذكرى وكل واحد منا في مشارق الأرض ومغاربها يتوق ويشتاق إلى أن تتكرر مثل هذه الذكرى. فإن هذه الذكرى لم تكن بموقعها ولا بمكانها، وإنما كانت برجالها. نقف اليوم لنعيد ذكرى بدر هذه الأيام. وما أدراكم ما بدر؟ بدر التي خاض فيها الرجال معاني البطولة، ضحوا بالدماء وضحوا بالأرواح وضحوا بالأشلاء من أجل أن نسجد نحن هذه الأيام. ضحوا بالجماجم في سبيل الله من أجل أن نكون نحن مسلمين، ومن أجل أن نسجد وأن نركع بين يدي الله. تخيل يا رعاك الله، من أجل أن تقف اليوم بين يدي الله لتكون مسلما وتسجد بين يدي الله، أن هذا قدم لك على طبق من ذهب. لا والله، لا والله، قطعت الأشلاء في سبيل الله، ومزقت الأجساد، واقتلعت الرقاب، وبقرت البطون والجماجم من أجل أن يصلنا هذا الدين. لا تظن أن الدين قد وصلك على طبق من ذهب، والله ما وصلك إلا بعد طريق مهد بالدماء وبالأرواح. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وينادي: يا أهل بدر، يا أهل بدر، إن الله قد اطلع عليكم من السماء وقال اصنعوا ما شئتم فإنني قد غفرت لكم. يا أهل بدر، ما بينكم وما بين الجنة إلا أن تقاتلوا هؤلاء، ما بينكم وما بين الجنة إلا أن تقاتلوا هؤلاء. تخيلوا يا رعاكم الله أن الصحابة يقفون وينظرون إلى نداء النبي ويسمعون نداء الحبيب صلى الله عليه وسلم: هل حقا ما بيننا وما بين الجنة إلا أن نقاتل هؤلاء؟ فيأتي عمير بن الحمام مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمام النبي وفي يده بعض من التمرات، فينظر إلى النبي يقول: يا رسول الله، هل حقا ما بيننا وما بين الجنة إلا أن نقاتل هؤلاء فنقتل؟ قال: نعم يا عمر، ما بينكم وما بين الجنة إلا أن تقاتلوا هؤلاء. وكان بيد عمير تميرات فنظر إليها ثم قال: بخم بخم، والله إنها لحياة طويلة،
إنها لحياة طويلة إن بقيت لآكل هذه التميرات. ثم رمى بهذه التميرات إلى الأرض، ثم امتشق سيفه وخرج ليقاتل بين أسنة الرماح وبين أسنة السيوف، حتى مضى إلى الله وارتقى إلى الله مقبلا غير مدبرا. أي أرواح هذه، وأي نفوس هذه، قد وهبوا كل ما يملكون في سبيل الله. إن هذه الأمة إلى ماذا تتوق هذه الأيام؟ إلى الأعداد؟ لا والله، نحن لو أردنا أن نغطي الشمس لغطيناها، ولكننا غثاء كغثاء السيل. ولكن هذه الأمة بحاجة إلى الرجال، بحاجة إلى الصناديد، بحاجة إلى أن تلد الأمهات أمثال عمير وأمثال هؤلاء الرجال. يأتي معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وفي غزوة بدر وقد بلغا من العمر 15 من أعمارهما، فيأتيان إلى عبد الرحمن بن عوف ويسألانه عن أبي جهل، أين أبو جهل؟ فينظر إليهما، أنتم الصغار تبحثان عن أبي جهل، ماذا تريدون منه؟ قالوا قد سمعنا أنه قد سب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم الواحد منهم والله لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله. فيمضيان إلى أبي جهل فيقتلانه، ولم يبلغا من العمر 15 من أعمارهما. على ماذا نربي أطفالنا اليوم؟ على ماذا نربي هذا الجيل اليوم؟ لم يبلغا من العمر 15 من أعمارهما، قتلا رأس الكفر في بدر أبو جهل. أين نحن من الرجال؟ وأين نحن من تخريج العظماء؟ والله إن هذه الأمة لا ينقصها أرزاق، فرزقها على الله، لا ينقصها أرزاق، فهي تعلم أن رزقها على الله. ولكن الأمة ينقصها رجال أمثال هؤلاء العظماء الذين تمناهم عمر لما جلس مع أصحابه، ثم قال لهم تمنوا ماذا تريدون؟ فقال واحد منهم أتمنى ملء هذا البيت ذهب أنفقه في سبيل الله، وقال الآخر أتمنى ملء هذا البيت مال أنفقه في سبيل الله، وقال واحد منهم أتمنى ملء هذا البيت مال أجهز فيه جيشا في سبيل الله. قالوا أما أنت يا عمر فماذا تتمنى؟ فقال عمر رضي الله عنه إنني أتمنى ملء هذا البيت رجال، رجال كأبي عبيد بن الجراح وكخالد بن الوليد وكحذيفة بن اليمان. ما تمنى عمر المال ولا تمنى الفضة، لأنه يعلم أن ميراث هذه الأمة ليس في الفضة ولا الذهب ولا المال. نحن فتحنا الهند والسند، ماذا كنا نملك؟ فتحناها بتياب مرقعة. دخل ربعي بن عامر على رستم، دخل عليه بتياب مرقعة ويملك أكثر من 70,000 مقاتل في إمبراطورية عظيمة، ووقف أمامه ربعي، قال ما الذي جاء بكم يا ربعي؟ قال جئنا لنفتح البلاد. قال يا ربعي بن عامر جئتم لتفتحوا البلاد بتيابك الممزقة والمرقعة وبفرسك الهزيل وبسيفك المزلل الضعيف؟ قال اسمع يا رستم، إننا جئنا لنفتح البلاد ولنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا وسعة الآخرة. وما كان إلا سويعات قليلة حتى انتصر ربعي بن عامر وحطم بتيابه المرقع إمبراطورية رستم. ماذا كنا نملك؟ ماذا كنا نملك؟ لقد حطم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أعتى إمبراطوريتين في زمانه، وكان الصحابة يقفون يقولون كنا نعد في تياب عمر 15 رقعة وهو يخطب الجمعة. ماذا كنا نملك؟ ما كنا نملك شيء. وصلنا إلى حدود الهند والسند وفتحنا البلاد وكنا عظماء، وما كنا نملك شيء غير أننا كنا نملك العقيدة، كنا نملك ذلك الإيمان في صدورنا. ما كنا عبيد،
لحكامنا ولحكوماتنا. ما كنا نملك مشايخ سلاطين ومشايخ بلاط، كنا نملك الرجال وكنا نملك العظماء،